بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهد الكريم، ذكرنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج أن الأرض أشبه ما تكون بكائن حي عملاق أو سوبر أورجانيزم. الأرض تشبه الإنسان كذلك من ناحية الانفعالات ومن ناحية ردود الأفعال. تتأثر الأرض بما يعرف باسم الإجهادات، فيكون رد الفعل عندما تصل الإجهادات لدرجة معينة لا تستطيع الصخور المكونة للأرض تحملها أن تنفعل، وتكون الانفعالات في شكل زلازل وبراكين وانهيارات أرضية وما إلى ذلك. الزلازل من أعتى القوى الطبيعية الموجودة فوق سطح الأرض. بتتكون الزلازل نتيجة لتحرر الطاقة، تحرر سريع للطاقة الكامنة في الصخور. الطاقة بتكون طاقة شديدة جدا تعادل ملايين القنابل النووية. بالتالي عندما تنتشر هذه الطاقة تنتشر في شكل موجات، بعض هذه الموجات يخترق الأرض، وربما تكون هذه الموجات موجات طولية أو موجات أولية، وهناك نوع آخر يسمى الموجات الثانوية القصية. هناك أيضا أنواع أخرى من الموجات الزلزالية لا تنتشر إلا فوق سطح الأرض، تعرف باسم الموجات السطحية. وهذه الموجات السطحية ربما تكون في بعض الأحيان أشد خطورة من الموجات التي تنتشر في باطن الأرض، لأنها يعني في حالة الزلازل القوية ربما تغطي الأرض بكاملها أو تنتشر في كامل الأرض. في من ضمن هذه الموجات موجات بتسمى موجات رالي أو موجات لاف أو ما إلى ذلك. العلماء بيصنفوا هذه الموجات أو بيصنفوا الزلازل بصفة العموم إلى زلازل ضحلة، زلازل متوسطة، زلازل عميقة. ومن الممكن برضو بيصنفوا الزلازل على أساس الطاقة المتحررة، فبتكون هناك زلازل كبيرة، زلازل دقيقة، ممكن برضو زلازل ضعيفة، زلازل قوية، زلازل مدمرة. وبتبدأ أجهزة الرصد الزلزالي تسجل الهزات الزلزالية. يمكن احنا شايفين حاليا تأثر مبنى أو عمارة من العمارات بسبب الهزات الزلزالية. في بعض الأحيان بتكون الزلازل مدمرة، وبيترتب على هذا الأمر موت آلاف إن لم يكن يعني ملايين البشر. وبتبقى في يعني أمور مرتبطة بالهزة الزلزالية، بتبقى تدمير شامل للمكان زي اللي شفناه في زلزال سومطرة وأندمان، واللي ترتب عليه موت يمكن ربع مليون شخص بسبب الزلزال وبسبب ما ترتب على الزلزال من أمواج مد زلزالية. الحقيقة يعني في بعض الأحيان بتكون الزلازل من القوة بمكان لدرجة إن أعتى وأعظم المباني لا تستطيع أن تتحمل شدة الموجات الزلزالية اللي بتحرك قشرة الأرض بشكل شديد وعنيف للغاية. ويمكن من الأمور المهمة إن الزلازل بتبقى مرتبطة بأحزمة، هذه الأحزمة بيسموها الأحزمة الزلزالية. الكثير من الأماكن الموجودة على سطح الأرض الحقيقة بمنأى عن الهزات الزلزالية باستثناء الأحزمة الزلزالية المتعارف عليها.
فنستكمل الحديث عن الزلازل وعن كيفية رصد الزلازل في حلقات قادمة بإذن الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.